وخلينا ننتقل بقى للحديث عن أخبار النادي الأهلي. أول خبر عندنا النهاردة هو موسيماني بيعلن قائمة الفريق للقاء أسوان غدا، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وولتر بواليا وجونيور أجاييه وحمدي فتحي. طبعا القائمة شهدت عودة حمدي فتحي لاعب الوسط بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي بسبب حفل زفافه، فيما تم استبعاد محمد هاني للإيقاف. طبعا كل التحية والتقدير لحمدي فتحي. حمدي فتحي واحد من اللاعبين المقتلين. ده اللي أنا قلته لحضراتكم، إن سياسة اللاعب في النادي الأهلي، الدماغ بتاعة لعيب النادي الأهلي مختلفة عن أي حد تاني. يعني أنا سمعت ميدو امبارح هو بيتكلم عن موضوع حمدي فتحي، ان هو نزل التمرين قال لك يعني انا لو مدير فني او قال لي انزل التمرين ما كنتش هسمع كلامه، كنت هضربه. ولكن عقليه النادي الاهلي مختلفه. عقليه النادي الاهلي دايما زي ما حضراتكم شفتوا، حمدي فتحي عمل ايه؟ اتجوز بالليل، تاني يوم الصبح كان موجود في التمرين. هيحتفل امتى او هيتجوز امتى مع هي مراته موجوده، هيتجوز معاها خلال الفتره اللي جايه، لانه حمدي فتحي وسياسة مختلفة بالحقيقة بالنسبة للاعب النادي الأهلي. فاحنا الحقيقة كل التحية والتقدير لحمدي فتحي، وإن شاء الله نشوفه في المباريات القادمة يؤدي بشكل رائع. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن على سداسي الأهلي في المنتخب الأولمبي بعد التأهل لدور الثمانية. كابتن سيد عبد الحفيظ كلم محمد الشناوي بما أنه كابتن الفريق واطمن منه على الخماسي اللي موجودين مع كابتن محمد الشناوي، والحقيقة هناه وبارك له وقال له ألف مبروك على التأهل، وعايزينكم تكملوا كمان، مفيش مشكلة، عايزينكم تكملوا وربنا يكرمكم ان شاء الله، لانه في الاخر حضرتك بتلعب باسم مصر واحنا كلنا في ظهركم خلال الفتره القادمه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، محمد الشناوي، اكرم توفيق، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، وناصر ماهر، واحمد رمضان بيكم، ده سداسي المنتخبنا الاولمبي. طيب ايضا تفاصيل اجتماع كابتن سيد عبد الحفيظ مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب والمران. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيؤكد على اهميه المباراه القادمه. كابتن سيد عبد الحفيظ في اجتماعه مع اللاعبين قال ان الدوري العام خلاص على المشارف الانتهاء، وبالتالي كل المباريات هي مباريات صعبه، كل المباريات هي مباريات قويه جدا. كابتن سيد كان بيحث الفريق على بذل اقصى جهد خلال مباراه اسوان، بتلعب اسوان على الرغم من ان هو مهدد، وبالتالي مهدد بالهبوط يعني، وبالتالي اسوان مباراه صعبه جدا جدا جدا. كل الفرق اللي مهدده بالهبوط الحقيقه دايما بتبقى مبارياتها صعبه جدا، لان هو في النهايه بيلعب النادي الاهلي، فعايز يقفل وبيلعب على الهجمه المرتده، ودي بتبقى اصعب حاجه على النادي الاهلي. وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ شدد على ان الفتره اللي جايه فتره صعبه وكل مبارياتها صعبه. هتلاعب اي فريق من الفرق المهدده بالهبوط او حتى الفرق الاخرى، وبالتالي هي مباريات صعبه جدا جدا. وده كان نص اجتماع او يعني ما قاله كابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين. زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه وحاجه جميله جدا ان انت تشوف مدير الكره في النادي الاهلي بيحاول ان هو يشد لاعبته، يشدهم دي بمعنى الكره يعني، يخليهم يركزوا اكتر في المباراه القادمه، خصوصا بعد انتهاء مباراه الانتاج الحربي وفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدفين. كالعاده موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادا لمباراه اسوان. الخبر ده كل مره بنقوله، ولكن الخبر دايما بتبقى تفاصيله مختلفه. النهارده هيلاعب اسوان، وبالتالي فيديو لاعبين اتفرجوا على فريق اسوان، على اهم نقاط الضعف واهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق اسوان. لان زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي بيدور على ثلاثه نقاط، ما بيدورش على شيء تاني. تعادل لا قدر الله زيه زي الهزيمه، ولكن النادي الاهلي بينظر فقط الى الثلاثه نقاط. المحاضرة الحقيقة قبل المباراة، قبل انطلاق قمران النادي الأهلي، كانت لمدة 60 دقيقة، وزي ما قلت لحضراتكم برضو رجع لمباراة الانتاج الحربي وقال أهم نقاط القوة اللي احنا عملناها في مباراة الانتاج الحربي وأهم نقاط الضعف، علشان أهم نقاط الضعف اللي موجودة نقدر
نتلافاها في مباراة أسوان القادمة. آخر خبر معايا الحقيقة، وهو خبر هو ده دور النادي الأهلي التعليمي والاجتماعي الحقيقة، حاجة محترمة جدا جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب والدكتور محمد سراج الدين الحقيقة كان لهم دور كبير جدا جدا في الخبر اللي أنا هقوله لحضراتكم، فتح باب التقديم لبرنامج شهادة الأهلي الرياضية بالتعاون مع مين بقى؟ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم مشروع رائع جدا بتعاون النادي الأهلي مع الجامعة الأمريكية لشهادة الأهلي الرياضية، والكل بيبحث الحقيقة مؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الأهلي، والشكل العام اللي بيعمله النادي الأهلي من الناحية الاجتماعية والتعليمية زي ما حضراتكم شايفين، ده دور النادي الأهلي ودور مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة إدارة النادي الأهلي أعلنت فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج شهادة الأهلي الرياضية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأهمية التعليم ودوره المؤثر.